كذا كيلو بطيخ، شو هيك؟ وين سمير؟ شوف صح. لك شبك لك عماد انت؟ شو عم تدوي علينا؟ طيب تجوزها وخلصنا من القصة. لك شو يتجوزها وشو يخطبها انت الثاني؟ علي ما علي انا يكون عندي بنت، بتبحها ما بخطبوا اياها لعماد. لا يا ابجانتي ليش انا مشو بشكي؟ لك يا عماد انت ما بتشكي من شيء، شبح ليه وافندي قميص وتفته هندي ما شاء الله عليك، بس يا اخي وضعك شو؟ لا شغل ولا سكن ولا بيت ولا شيء. شو بنات العالم داشره؟ يا زلمه والله عاد فوتني بالحياة، انت شيء حليوه شيء ما في بيت، هلا انا جبتكم لحتى تساعدوني ولا حتى تزيدوا همي هم؟ لك لك عماد شو فكر انت؟ والله احنا الفعيله الشغيله تبع اللي ان احنا بين ايديك انت ما بدك تحت الطلب. اخي بدي اتجوز زمرد واليوم، ما بفهم انا هيك انا. اليوم؟ كيف اليوم؟ والله ما بعرف، اليوم مثل ما بدك، نحن احب على قلبنا، شو جايينا؟ شو ابو ليلى؟ كفو؟ طبعا كفو لك ابجانتي، شو مفكر هكان؟ مس 1000 هنا مفكرنا من ضيعة عديدة، حتى الاراضي من عندي كمان، والله الاراضي من عندي، ايه من عندي لكم كل شيء كمان بدك، روانا يا مين سمي؟ والعرس بتعمله عندي بالبيت، مني؟ ابجانتي انا ما بدي لا عرس ولا اراضي، انا بس بدي افهم وين بدي اسكن. يعني ما بلحق استأجر بيت. خلص اخي بنيمه عندي بالغرفه وانا بنام هون بس كم يوم ها لانه انا كمان بدي اتجوز. لا يا ابو سعود لا تحكي الهم، هي كلها يوم والتاني بس يجوا اهلها ويشوفوها ساكنه هيك سكنه حقيره رح يعطوني فيلا، بسكنوني بفيلا دغري، وقتها بسكنك عندي بالفيلا، بتتجوز عندي اخي، وبجوز نعطيك فيلا لك لحالك، ليش لك ولا ابجانتي ولا بليلا، كل واحد فيلا. لحقوا لحقوا بليلا طار. هات هات المقلاع لنزل لك يا من كبده سمك، كوش، وب، سمير. لقطوا ابو ليلى لقطوا عم يعلي رح نخسره للصبي، لقطوا. والله حلوة، تعال هات هات المقلاع اجيب لك يا من كبده سمك، مين وين؟ عن شو عم تحكوا ابجانتي؟ لا لا ولا شيء. ابجانتي وين رايح؟ خليكم هون انتوا خططوا وتكتكوا وشكلتوا الامور لبين ما اروح خبر زمرد وارجع. ايوه يلا لكان خلص خليكم هون انتوا لكان لبين ما انا اروح ظبط الامور وشكلتها كلها ومين سمير بعدين نشوف شو هي هيك وبعدين مثل ما الله بيخلق. يلا سلام يا شباب. اي والله يا ابجانتي خليك انت هون ظبط الامور وشكلت الامور رايح شوف سعاد انا. ايوه مين زمرد؟ مين سعاد؟ مين سمير؟ عالمكسر يا بطيخ! زمرد! شان الله ما تأخذيني يمكن تأخرت عليكي. أنا نسيت الموعد بس تذكرته فورا. يعني أنت قلت لي إنك بدك تستناني هون وأنا استنيتك هون، وينك لهلا؟ مزبوط، تتذكري وقت حكيت معك على التليفون؟ إيه قلت لك بدي انتحر. إيه شفتك تأخرتي شوي قلت بروب انتحر. وليش ما انتحرت؟ شافني أبو جانتي منعني من الانتحار. أيوه رحت دغري فورا لعند بيت أبي. قلت له يا بابي انا بحب وحده بدي اتجوزها. قام فورا انجلط. لكن اخذوه على المستشفى لانه هو بده يجوزني لبنت اخته. ايوه ايه مارتي كان ما بدي اياها. يا رب سامحني والله ما قصدي عماد، والله ما قصدي يصير هيك. هذا الخبر مو حلو، في لسه خبر حلو. بقول لك يا اذا جاوبتيني على السؤال، انت بتحبيني ولا ما بتحبيني؟ بدي اسمعها، قولي لي انا بحبك. بحبك انا كثير. خلص معناته نحن لازم نتجوز. واليوم اليوم اليوم, اليوم لازم نكون متجوزين، لازم ينتصر حبنا يا زمرد. ايه انا معك. موافقه؟ انا معناته معناته اليوم المساء بشوفك وبنروح نكتب الكتاب ونتجوز نسكن هيك بشقه عند واحد رفيقي لبين ما ندبر امورنا. بشقه عند واحد رفيقك؟ هي مو شقه يعني، هي غرفه على الاسطوح. بس خلينا نسكن بفندق احسن يعني ارتب واوزع. ايه بالفندق احسن. بالفندق احسن, بالفندق أحسن. بس بالفندق. انا شو قلت لحالي يمكن اهلي يلقطوني لانه بسجلوا اسماء بالفنادق. ايه عرفتي شلون؟ فبلاها ما بدنا، وقال لك تسكنتك بفيلا من فيلات بابي. بس هيك ما بنحرج الجماعه يعني؟ ما بنحرج حدا، رفيقي عامل لك. يلا قومي انت تيسري. ايه بس عماد انا يعني انا ما متعود اهرب مع حدا، كيف بدي اياه؟ شو بدي اخذ مغراضي؟ لا تجيبي شيء، بس ثيابك بس ثيابك. ايه يلا قومي مشان لحق بدي افرك الموضوع انا رتبه مظبوط.